السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ مثال تطبيق كيفية عرض عدة إشارات على السيمينينج واستخدام السيمينينج في استخدام سكوب واحد فقط. عدة إشارات باستخدام سكوب واحد فقط. ببداية نستدعي الإشارات اللي احنا نريد نعرضها، فليكن انه احنا نريد نعرض ساين ويف. ناخذ 3 ساين ويفز، اي واحد وهاي اثنين وهاي ثلاثة. طبعا راح نغير الامبليتيود مال الاشارات حتى يبين كل وحدة مختلفة عن الثانية. هنا خلينا نخلي اثنين، وهنا راح نخلي اربعة، هنا راح نخلي ستة. هسه اكو طريقتين، يا اما نجيب ملتبلكسر او نجيب بس كرييتر. بس كرييتر خلينا نشوف. هذا بس كرييتر يعني يحول اشارات كلها الى بس واحد. راح ناخذ هذا بالبداية. طبعا هو ادخالين، راح احاول اضيف له ادخال اخر. طريقة اضافة الادخال، سويت 3 ادخالات. نضغط فقط على الجزء الفوقي منه حتى يكون 3 ادخالات. راح نجيب ايضا الطريقة الثانية ايضا، اللي هي راح نجيب الملتبلكسر مثل ما انتم شايفين. هذا ب3 ادخالات، راح نسوي به 2 يعني راح نسوي به 3. كبر شوية، كبر هذا الملتبلكسر، وانا راح نخليه ادخالات مثل ما انتم شايفين. هسه نجيب سكوب، السكوب سينكس، ايضا راح نجيب هذا السكوب هسه اخلي من بس كريت هوم سينك. كملنا الربط مال الاشارات، حنسوي رن. بعد ما راح نسوي رن راح نعرض السكوب الاول، راح نعرض السكوب الاول. طبعا الاشارات 2 و4 و6 مثل ما انتم شايفين قدامكم، تم عرضها بنجاح باستخدام البص كرييتر. خلينا نشوف باستخدام الملتبلكسر، ايضا باستخدام الملتبلكسر تم بنجاح وتم عرض الاشارات. شوفكم مثال جديد من أمثلة التطبيق باستخدام السيمولينك، وشكرا.